Ya, lo van a ver ejecutar. زوجي خمس سلمي هذه الأغنية عرفتك الإهداء وكهوة سيارة جديدة حتى الخراج نتاعها تكون ناسا أنتي مع ال الأمور المادية ننظمها كل واحد ونتاعو ما نادي حد وما نتركش المجال الغيرة وفي الحاجات هذوك نبعد نمشي لجهة أخرى ما نحبش العزول في منظم معناها ما عندي حتى رياكسيون سواء إلى الأبد عشق وجهي إلى الأبد عجبتني أنا ديما نقولها محمد سلمي كيف تقاني فوق السطح أنا أقول لي كيف تقاني فوق السطح أنا هنا النمر بالحق تقيا كي نمشي كي النمر النمر الحارس للمكان المكان هيك متاع العائلة كل الحارس أما كما جيتش أنا الحارسة متاع المكان هذايا أقسم بالله مش كيف هكا للأبد نظم الساعة متاع الصغار قبل كل شيء أهم من كل شيء والباقي الباقي تومي يوتي تشتي يوتي أوكي برجولية ايه كيف الصغار مصلحتك نخلي الاخر مصلحتك انا ما خرجت حد وما اضطرت حد وما ديقاش حد هيك للصغار كيما كيما الناس الكل كيما الناس الكل الناس الكل خليت للصغار حتى الدونك عجبتني طيارة تحكونا بدي أغنية تحكونا نتكلم في معناها الغنية عبارة على مثلا هيك يتكلم في تليفون لاخر تليفون لاخر اكيد وراها مرأة مادام ولا صارت ثم في دم نتكلم فيها مش هنا معناها خاطيني انا من نجي هيك معناها الحارس اللي اثنين اللي كل شيء برافو معناها قاعد تحكم ياسر قاعد يشوف كل وفاء معناها والصدق و
تفهم، وكنت اللي في تليفونه هو باش تفهم الشغل هذا، باش تفهم الرومانتيزم هذا، كنت تفهم شيء معناها ظهر متاع ماركة هركة على تليفونه. أنا حتى كي نكلمه ما حدش سلم نكلمه، مش هو نبدا نكلم في تليفونه اللي عامله العملة. تو تتعلم بشوية بشوية. حتى الغنية الأخرى جداية ما تعجبتني. أنا مرتاحة الحمد لله، جامي بشي يكون ديما معناها نسلك العبد، ديما نطلق جوانح العبد، يعني حتى الإنسان في غفرة العبد كل يهرب علي، أنا تقاني موجودة. وزيد معناها نركز أموره بالباهي بالباهي، مش ما يقولولوش ديجاج نهار آخر، خاطر كي يبدا مع خمسة من الناس، مش تنجم تعملو أنت كان دارو ملك مع خمسة من الناس، امبوسيبل تنجم تعملو حاجة، خاطر حبلك باش تعمل الخمسة من الناس وحتى تجمعهم، فهمتش؟ أنا جامي باش يكون اسيا ليا 55 حضر محمد والغايب بلي. ديما اطلق جناحك مش مشكله. اقسم بالله ما فماش مره ما يلقانيش انا، ديما انا اللي واقفه باللي نقدر عليه. ما اخر تقول لي علاش، نقول لك على خاطر توصلت لمون بو صغاري، معناها عباره على واحد من صغاري نفس الحكايه. زعما باش نغدر معناها إذا كان الإنسان اختار حياته في جهة أخرى هو حر، لكن اللي مش حر فيه المكان اللي عايشة فيه العائلة، هيك لا مجال للتشرد، لازم العائلة هيك تضمن مستقبلها في المكان هذيك، المكان هذاك وتضمن الفوت بتاعها، وبعد أنت حر، وأنت تحب تمشي تمشي، أنت حر تمشي، أما زادة ما تبقاش بنفسك في التهلكة، يعطيك الصحة، يزبط زاد أنت آمن من جملة العيلة. آمن كي تبدا مقصورة تلقاني موجودة بأي طريقة، خلص وقت اللي تبدا عندك دايما خلص، حياتي كاملة عديتها هكاكا معاك يد بيد وسلامي. ما الغنية تحير شوية عليا بمناسبة اللون الأصفر، لون اللي انا نفضله لون مش الجلوزية، مش ليس لون الغيرة، نفضله لون البنانة، البنانة البنينة لذيذة صحيتها، ونفضله لون اصفر البيضة زادة لذيذة اكها الجلوزية انسى. وصرايا الصفرة الأخرى ولا قصر فيها في مصر من البيض تبنت صرايا الصفرة، سميوها البيضة الصفرة. اوكي خليها البرغيبة نشلينا احنا الحمد لله. الوالد لاباس عليه وابن عن جد لاباس علينا بيضة برقيبة، خل شنو برقيبة على اعصابه ومشى في قصر وحده، والشعب التونسي ماهو صغار برقيبة، دزوا على الشعب التونسي كل في السرايا الصفراء في البيضة الصفراء، حتى طلع كله مشاهير. انا ابن عن جد، انا الوالد يشبه الملك عبد العزيز ال سعود، هو مماتي وجدتي زادت تشبه الملك عبد العزيز ال سعود،
وتشبه الدقاق زيادة، حتى الدقاق تشبه له معناها يمكن أخت الزوج لكم ولا حاجة تقريبا تشبه الليل كثير. كيفي أنا، أنا شفت أنا نشبه للعالم كاملة جات زيادة كيفي بالي ربي ما أذكر. ربي نجح الكل ووفق الكل وإن شاء الله جميع أمين سلمين.